عشاق رضا اينما كنتم اهلا بكم في ميكرو سبور. سؤالنا اليوم هو شكون هو احسن لاعب في البطوله الوطنيه الاحترافيه؟ باش نشوفوا الاجوبه ديال الناس. انا ودادي وبدون عنصريه عزيز علي الحفيظ. علاش عزيز علي الحفيظ؟ حيت الحفيظ جا للفرقه فهمتي ودار معاهم جا الفرقه وبدلها. انا راه زاوي تيعجبني داك اللاعب تيلعب مع الوداد سميتو بن شرقي، حيت من نهار انتدباتو الوداد وهو غادي في واحد الخط تصاعدي ودير خدمتو على ما يرام. حاليا اختي في البطوله المغربيه ما كاين حتى شي لعاب اللي احسن لعاب اللي كيلبي متطلبات الجمهور، نظرا للفريق اللي كان احسن فيه اللعابه كان راس الرجاء البيضاوي في العام ديال 2006 و2007 و2008 اللي كانوا لعابه دازو كبار كبيضوضان كناطير ككشكوشه كاللعابه اللي خلاو بصمه فيهم. حاليا ما كاين حتى شي لعاب، وكنطلبوا من فريق الوداد وفريق الرجاء البيضاوي يحسنوا المظهر ديالهم ويحسنوا الاخلاق ديالهم في اللعب كره القدم. اللعاب اللي كيجيني احسن كاينين بزاف، بحال مثلا منهم كاين بن شرقي تبارك الله لعاب عنده في رجليه، كاين مثلا اوناجم، كاين ويليام جيبور تبارك الله، هادو بثلاثه تبارك الله كاينين في البطوله. عندهم اهداف، عندهم في رجليهم، هما تبارك الله اللي كاينين في البطوله كامل. هو الحافظي حيت فنان زوين ودري كيلعب نقي وكيلعب زوين، بالعكس عاد باش المستوى ديالو غادي وكيتحسن ماتش من ورا ماتش، هذاك الدري مزيان. يعني هذاك كيعطيني اللعب ديال البرازيل عنده، ذاك اللعب ديال حيت هو عنده سبحان الله العظيم ذاك الوجه عنده ماشي مغربي، عنده الوجه ديال البرازيل ديال اوروغواي تشيلي، هو تيبقى واحد الدري في واحد المرتبه خاص فهمتي بلاصتو في المنتخب الوطني. احسن لاعب تعجبني في البطوله هو الحفيظي ديال الرجاء البيضاوي، تعجبني راقي، تعجبني اشرف بن شرقي، تعجبني اوناجم، لعبه شباب وتيلعبوا مزيان هو النقاش، حيت فهمتي يعني عنده واحد التجربه فهمتي تجربه احترافيه، يعني هو الهيبه في الميدان، يعني الا شتي اللعب ديالو فهمتي يعني راه متطور بزاف فهمتي. هو العميد الفريق واصلا هو احسن لاعب في وسط الميدان في البطوله كامله. اذا مشاهدينا كيفما شفتوا معنا فالاجوبه كانت متعدده، بحيث كاين اللي قال على احسن لاعب في البطوله هو محمد اوناجم، والبعض اخر قال انه لاعب بن شرقي، وايضا النقاش ولاعبين اخرين فضلهم هما اللي يكونوا احسن لاعبين في البطوله الوطنيه الاحترافيه. الى هنا مشاهدينا وصلنا لنهايه الحلقه، كنبغي لكم معنا في حلقه جديده بحول الله، الى اللقاء.